في البيت طبعا، لمه العيله ومفيش وقت بقى شغله بتاع، مفيش وقت. زمان طبعا كان حاجه تاني، دلوقتي ملوش طعم اصلا، ولا فرحه ولا اي حاجه زي الاول. واحنا صغيرين كان احلى لبس العيد طبعا، والفسح مع الاهل والاصحاب والجيران والاولاد كده يعني، والفسيخ بقى والرنجه والحاجات دي، كل حاجه زمان ترجع تاني. عارفه دلوقتي ما بقناش نحس بيه يعني. كان زمان البهجه والفرحه والام والاب، طبعا غياب الناس اللي هم كان عندهم اصل، الناس بتوع زمان دولت طبعا حصل فرق كبير، حسيت ان في غربه، ما فيش. كان زمان في حاجه حلوه، كان في ترابط اكتر من كده يعني، تحسي كان في انتماء، الناس بتود بعض اكتر. قلنا زمان لان لمه العيد كانت مع العائلات كلها بتتجمع مع بعض، فبتبقى الحياه افضل يعني. زمان كنت بنزل مع اصحابي، كان في حاجات كتير حلوه كنا بنروحها، كان في بقى المراجيح والملاهي، حاجات بقى زمان بتاعت زمان الحلوه دي. لكن دلوقتي مفيش الكلام ده، بقول لك بروح شغلي وبروح عادي، ومفيش عيد اصلا، اكني في ايام. لا زمان كان عيد، دلوقتي لا خلاص بقى يعني، ما احنا كبرنا خلاص، يمكن بالنسبه لاولادي عيد، بالنسبه احنا خلاص بقى يعني. ومن زمان طبعا احلى من دلوقتي بكتير. اللي نعمله دلوقتي نرجع ناس زمان، ابويا امي عيشتنا كل حاجه. والله حلو زمان، زمان الحبوبات تجي شايله تمشي لجدتك تودي لها خبيز، واختي تشيل لحي اللي حبه لجدتي خبيز، فالفرحه بتكون شنو؟ كامله لما الشمل كلنا. في تواصل اجتماعي مش على الفيسبوك، تواصل اجتماعي حقيقي، في ان احنا نزور بعض كاصدقاء وكعائلات، ثم ترجع الحياه احسن من الاول. تعملوا الحين انتوا؟ يلا زوروا الاهل والجيران وخاصه الجدات، تقول التيتا ولا مش صح؟